وعلم الحجاج بوفاة الأمير إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي القرشي أمير المدينة المنورة وخال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، اشتهر بشدته وعتوه، وهو الذي ضرب يحيى بن عروة بن الزبير حتى مات، حج بالناس عام 105 وبعض السنين التي بعدها. ولي المدينة ومكة والطائف سنة 107، وكثرت شكوى آل الزبير وغيرهم من عزله هشام في هذه السنة فانقطع خبره.